بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد علينا سؤال يقول صاحبه: ما حكم من استيقظ ووجد في فمه بقايا طعام؟ من وجد هذه البقايا فعليه أن يزيلها، ومما يستحب كما قال علماؤنا جزاهم الله خيرا أن يتمضمض بعد أن يتسحر، يعني لما يتسحر بعدها يتمضمض أو يغسل فمه بفرشاة الأسنان أو بالسواك أو غيره حتى لا يبقى في فمه شيء. وهذا أقول على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. فإن بقي شيء من ذلك ووجده بعد أن استيقظ من نومه بعد أن تسحر أو فإنه يزيله، فإن عاد منه شيء إلى بطنه من هذه البقايا سهوا وليس عمدا ولم يستطع أن يحترز من هذه البقايا الموجودة في فمه وعادت إلى بطنه أو اختلطت بريقه ولم يميز ذلك فلا شيء عليه وصيامه صحيح. أما إن وجدها في فمه وتعمد ابتلاعها بعد يعني أن أمسك من صيامه فحينها يترتب عليه القضاء كما يقول علماؤنا المالكية جزاهم الله كل خير. وأؤكد على وجه الاستحباب في مسألة المضمضة والإمساك كذلك قبل الفجر بدقائق حتى يتمكن من هذا الأمر ومن تطهير فمه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالذكر الحكيم وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.